السلام عليكم. مشكلة كبيرة وأزمة كبيرة هيمر بيها فريق نادي الزمالك لكرة القدم الموسم القادم بسبب اللجنة اللي موجودة، بسبب التباطؤ الشديد في موضوع الصفقات. الزمالك عنده أزمات فنية كبيرة جدا جدا جدا. مش معنى ان انت ربنا اكرمك ببطولة الدوري، مش معنى ان انت ربنا سترها معاك في مرة يبقى الموضوع هيمشي كل مرة. ربنا بيقولك اعقلها وتوكل، اعقلها وهات صفقات وشوف الفرقة محتاجة ايه وامن فرقتك وبعد كده توكل على الله، انما مش كل مرة هتسلم الجرة. يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية انا بتكلم من حبي ومن خوفي على فريق نادي الزمالك. ربنا اكرمنا الموسم اللي فات والحمد لله باجتهاد اللعيبة، والحمد لله يعني كارتيرون ربنا وفقه في بعض المباريات، والحمد لله ربنا اكرمنا وفزنا بالدوري، يمكن عشان دعوة الجمهور الغلبان، ويمكن عشان جبرنا بخاطر لعيب زي ايمن حفني فربنا كافئنا بالدوري العام، ويمكن عشان حل مجلس الادارة الظالم والمتعنت ويعني والمتعمد لتدمير نادي الزمالك، يمكن ربنا يعني كافئ جمهور نادي الزمالك عن الظلم اللي هو شافه. انما زي المثل الشعب بتاعنا اللي بيقول مش كل مرة تسلم الجرة. فرقتك فيها نواقص، وفرقتك من الموسم اللي فات وانت بتعاني، فرقتك عندها مشاكل، فرقتك كان فيها مشكلة في الباك اليمين، وربنا اكرمك بعد المعسكر اللي كارتيرون عمله شهر كامل في الاسكندرية في برج العرب، وطلع لك ظهير ايمن جديد قديم اسمه حمزة المسلوسي فربنا سترها معاك تاني وحللك مشكلة الباك اليمين. انما زي ما بقولك مش كل مرة تسلم الجرة، عندنا نواقص في فرقتنا كتيرة جدا. عندك تلات اماكن في فرقتك كوارث، وتلات اماكن مهمين جدا. الزمالك عنده قلب الملعب بتاعه فاضي، الزمالك عنده قلب الملعب بتاعه فاضي، الزمالك عنده حتة اللعيب اللي هو رقم 6 ورقم 8. انت ما تقنعنيش ان طارق حامد هيفضل يلعب ال 34 مباراة بتوع الدوري بدون ايقافات وبدون اصابات، ما تقنعنيش ان امام عاشور اللي بيلعب لوحده برضه جنب طارق حامد وملهوش بديل هيلعب 34 مباراة وهيلعب مباريات دوري ابطال افريقيا، ما تقنعنيش ان ده هيحصل، ما تقنعنيش ان لعيب زي اوباما هو اللي هيقوم لك بدور البلاي ميكر في الموسم الجديد سواء في دوري عام او في دوري ابطال افريقيا، ما تقنعنيش ان سيف الجزيري ومروان حمدي وعمر السعيد مع احترامي ليهم هيكونوا هما المهاجم القناص الهداف اللي هيجيب لك جون من نص فرصة. سيف الجزيري لعيب بيتحرك خارج الصندوق اكتر من داخل الصندوق، وانت ما عندكش استرايكر زي مصطفى محمد، ما عندكش مهاجم بيخلص لك من نص فرصة. فانت لو بصيت نص الملعب اللي هو قلب الملعب والمركز اللي قدامه مركز البلاي ميكر والمركز اللي قدامه اللي هو المهاجم رقم 9، انت ما جبتش حد فيهم بعد رحيل مصطفى محمد وبعد رحيل فرجاني ساسي. حضرتك ما جبتش صفقات مكانهم، حضرتك ما جبتليش بديل يقوم بالدور بتاع فرجاني ساسي ولا يقوم بالدور بتاع مصطفى محمد لغاية دلوقتي، زائد ان انت اصلا ما عندكش بلاي ميكر اللي هو صانع العاب زي الكتاب ما بيقول. تعالوا بينا نشوف القرارات اللي اخدتها لجنة نادي الزمالك، وتعالوا بينا مش هنتكلم بقى وهنقعد نقول اصل اخطاء اصل مش اخطاء، هنتكلم في العلاج. انا هنا ما بتكلمش بسرد المشكلة، انا هنا بسرد لك العلاج. اول خطأ انا شايفه من وجهة نظري قامت بيه لجنة نادي الزمالك عودة محمد صبحي لنادي الزمالك. محمد صبحي جون كبير، محمد صبحي من افضل الحراس اللي موجودين في الدوري المصري بشكل عام. محمد صبحي كان بيلعب اساسي مع الاتحاد السكندري وده اللي خلاه متفوق وده اللي خلاه من افضل الحراس اللي موجودين في الدوري. انت بترجع محمد صبحي ليه؟ عندك جنش وعندك ابو جبل وعندك عواد، ما جنش يبقى موجود والتلات حراس يخبطوا في بعضهم والافضل هو اللي يلعب، والموسم يعدي زي ما عدى السنه اللي فاتت والافضل هو اللي يلعب، وكل واحد هيبقى عارف ان في اتنين
الموجودين بره على الدكة هم بيحاربوا على الفرصة، فاللي هيبقى بيلعب ده هيبقى يعني عمال بيبص وراه زي ما بيقولوا. وخلي الثلاث حراس موجودين معاك، وخلي محمد صبحي إعارة يكتسب خبرات يستوي بالمعنى الصحيح. انما انت مرجع لي محمد صبحي عشان يبقى حارس ثالث منطقي، هو انت عايز تقنعني ان محمد صبحي هيلعب على ابو جبل؟ عاوز تقنعني ان محمد صبحي هيلعب ومحمد عواد هيعود له احتياطي ده على اساس ان جنش هيرقل؟ فانت ما تقنعنيش. فمحمد صبحي جاي حارس ثالث، محمد صبحي جاي حارس ثالث، والزمن هيفكر حضراتكم باللي انا بقوله. فكنت تخلي محمد صبحي موجود في الاعاره هنا، توديه اعاره هنا وتكسب لك شويه فلوس من الاعاره 2-3 مليون جنيه بحارس مهم بحجم محمد صبحي، وتبقى بكده خدت فلوس، وتبقى بكده استمرت ان انت ان محمد صبحي ده مستقبل نادي الزمالك. فانت بتجهز حارس للمستقبل، بتجهز حارس كمان 2-3 هو اللي هي يعني هيحمي عرين الزمالك وهيحمي عرين منتخب مصر. فعودة محمد صبحي لنادي الزمالك انا شايفها اكبر غلط ممكن يكون موجود في نادي الزمالك. الخطأ الثاني وهو عودة حمدي النجاز. انا كنت شايف ان حمدي النجاز ليه عقوبة، المستشار مرتضى منصور كان هو السبب فيها، مش هكدب عليك واقول لك لا، انما كنت ممكن تتفق مع النجاز وتقول له انا هديك الغرامة بتاعتك بس هقسطها لك، يا اما تتفق مع حمدي النجاز تعالى امضي في نادي الزمالك وتنازل عن الغرامة واستأذنك هعمل لك اعارة السنة دي وبرضه هجدول لك الغرامة بتاعتك او هديك مستحقاتك اللي هي اللي انت طلبت بيها في الفيفا، بس هوديك اعارة عشان اكسب. انا عندي مشاكل في الفريق وفي الاسكواد بتاعي وعاوز اكسب لعيب افريقي او لعيب اجنبي، وحضرتك انا عندي باك يمين فانا مش هقدر ارجع حضرتك في الفريق، فلو عاوز تنضم من نادي الزمالك واوديك اعارة في الدوري انا ما عنديش مشكله. انما حمدي النجاز ما يدخلش في القايمه بتاعت نادي الزمالك، لان انت عندك اصلا زحمه وعندك مشاكل في القايمه بتاعت نادي الزمالك. فده برضو كان الخطا التاني اذا حمدي النجاز عاد لنادي الزمالك. لغايه دلوقتي لسه ما فيش اخبار مؤكده هل هيتم اعارته ولا هيلعب في تيم نادي الزمالك. الخطا التاني اللي حضرتك برضو عملته في السنه دي في السكواد بتاع نادي الزمالك وهو عودة محمد ونجم. محدش يختلف ان محمد ونجم لعيب كبير، محدش يختلف ان محمد ونجم لعيب من اللعيبة اللي كثيرون بيحبها ولعيب من اللعيبة المؤثرين في تيم نادي الزمالك. انما تعالوا بصوا كده بالعقل وبالراحة وبالهدوء، محمد ونجم لما اجي اجيب يا جماعة لعيب يعني اجنبي، لما اجي اجيب لعيب اجنبي او الخمسة الاجانب لازم الخمسة دول يكونوا اساسيين. انا مش هينفع اجيب لعيب اقعده احتياطي، زي ما اتكلمت على حمدي النجاز مش هينفع اجيبك وانا عندي المسلوسي باك اليمين الاساسي بتاع منتخب تونس، فانا مش هجيب اتنين لعيبه في مكان واحد. تعالوا بقى قصه محمد ونجم، نفس القصه، هل محمد ونجم هيلعب على احمد سيد زيزو؟ هل محمد ونجم هيلعب على مصطفى فتحي؟ هل محمد ونجم هيلعب على شيكابالا؟ فمحمد ونجم جاي احتياطي، فانت بتجيب لعيب اجنبي وبتديله مرتبه بالعملة الصعبة وكمان بياخد لك مكان في القايمة الافريقية، فده برضو كان غلط. كنت اتمنى، احنا بقى هنتكلم في المشكلة وبتكلم في العلاج، كنت اتمنى ان محمد ونجم يتعمل صفقة مع نادي الوداد المغربي، وبالمناسبة نادي الوداد موافق، ووليد الكارتي اللي انا هتكلم عليه موافق. وليد الكارتي راجل بيلعب بلاي ميكر من افضل اللعيبة اللي موجودين في المغرب اللي بيلعبوا في المكان اللي هو رقم 10 اللي هو مكان اوباما، وانت عندك مشكله في حته اوباما. كنت اتفق مع الوداد البيضاوي المغربي واقول لهم انا هديكم محمد ونجم ونشوف بقى اذا كان في فلوس اذا كان في حاجه، واخد وليد الكارتي اللي هو هيكون مؤثر اكتر من ونجم في الخمسه اللي هم بيتايدوا في القايمه. ده اللي انا كنت شايفه من وجهه نظري، انما برضه ده ما حصلش. وكارتيرون قال لك انا عاوز اونجم رغم الزحمه اللي موجوده في المكان بتاع اونجم. تعالوا بينا ندخل على حاجه مهمه جدا تانية حصلت اليومين الاخيره. لو انت كان عندك اماكن، ما انت كده كنت هتأيد الكارتي بدل اونجم ومش هتجيب النجاز، فانت كده عندك مكان في القائمه الافريقيه بتاعتك. كنت ممكن حضرتك تتكلم ان انت ممكن تجيب بن غيث، رؤوف بن غيث اللي فسخ عقده مع الترجي التونسي
انت كنت ممكن بمكالمه تليفون ويجي يقعد معاك بنغيس وتخلص الدنيا معاه، انما برضو ده ما حصلش. طيب ما جبتش بنغيس، كان ممكن المكان ده يفضل رزاق سيسي وتصبر عليه وتعالجه. اه الاصابه بتاعته صعبه، بس انا بقولك رزاق سيسي هيرجع، ولما يرجع يقف على رجله هيبقى عندك لعيب من العيار الثقيل. ده برضو ما حصلش. فاللجنه بتاعت نادي الزمالك عندها قرارات كتيره ومشاكل كتيره مش قادره تاخد فيها قرارات ومش قادره انها تتصرف فيها. وتعالوا نبصوا، كان في دور بارز لراجل اسمه الاستاذ هاني بيرزي اللي جدد لك للونش وجدد لك لاحمد سيد زيزو. الاستاذ هاني بيرزي دوره يعتبر اتهمش على جنب، ليه؟ الله اعلم. الاستاذ هاني بيرزي كان بيصرف وكان هيجيب صفقات، مره واحده الاستاذ هاني بيرزي مفيش لا حس ولا خبر. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد؟ الراجل ده لو كان موجود كان خلص لنا اكتر من صفقه. الراجل ده لو كان موجود كان خلص لنا اكتر من صفقه. انما انا برضو بعيب على اداره نادي الزمالك ازاي تهمش رجل محترم زي الاستاذ هاني بيرزي. تعالوا بقى بينا نخش على حته عزه النفس اللي انا اعتقد يعني بشكل كبير هي مش موجوده عند نادي الزمالك. حضرتك دلوقتي الموسم اللي فات فرج عامر اتكلم عليك، وفرج عامر معروف انه اهلاوي ومعروف ان الفرع الثاني للنادي الاهلي ومعروف انه هو تابع لمحمود الخطيب. رايح تديله مصطفى فتحي؟ رايح تديله مصطفى فتحي اللي فرق معاه في الدوري وخلاه في احد المراكز المتقدمه في الدوري؟ ادي واحد. اتنين، نادي بيراميدز حضرتك اتكلمت معاه على صفقات تبادليه؟ رافض. حضرتك اتكلمت معاه على عبد الله السعيد؟ رافض. خلاص اقفل القصه، وعبد الله السعيد عنده 36 سنه يعني، فمش هيدي زي اللي اداه. جه اهلا وسهلا، ما جاش خلاص مش هشد في شعري، واقفل الباب وطلع بيان انك بتمنع التعامل مع نادي بيراميدز نهائي، لا هتفاوض لعيبه من عنده ولا هو يفاوض لعيبه من عندك ولا انت هتدي له لعيبه مهما كان، ونزل بيان وقوي شخصيتك، انما ده ما حصلش. تفاوض مع اشرف بن شرقي عمالين وهنشوف، وهو يقول لك الشرط جزائي ويتشرط ويتفرد ويتني عليك. اقفل القصه معاه، ما تجددش يا كابتن اشرف. جددت عشان الناس اللي بتهاجمني وبتقول لي انت بتهاجم اشرف بن شرقي، انا عاوز اشرف بن شرقي يقعد في نادي الزمالك، وانا شايف ان اشرف بن شرقي من اهم اللعيبه اللي موجود في نادي الزمالك، وتجديد عقد اشرف بن شرقي لمده 3 سنوات قادمه ده يعتبر بمثابه يعني 4-5 صفقات جديده جت. اشرف لعيب كبير، اشرف لعيب كبير، انما ما يتشرطش ويتفرد ويتني على الزمالك. يتشرط ويتفرد ويتني على نادي الزمالك انا بقى اكون مصحصح وانا اكون واعي واجيب كارتيرون واتكلم معاه، وابتداء من الموسم الجديد اشرف بن شرقي يقعد على الدكه ومش هيكون ليه دور الا لما يجدد مع نادي الزمالك، لان انا مش هلعبه وانجمه ويسيبني ويمشي زي فرجاني ساسي. انا بقى كده بجهزه لفرقه تانية زي ما انت جهزت فرجاني ساسي للدحيل القطري واديته له، فانا مش هجهز اشرف بن شرقي عشان يدينا على قفايا زي ما ساسي اداني على قفايا ورحل وراح الدحيل القطري. لا يا اشرف، انت شكلك كده يا حبيبي جاي لك عرض خارجي او عرض عربي، وخلاص انت شايف ان فاضل لك في الملاعب مش كتير وعاوز تامن مستقبلك. خلاص انا هساعدك في تامين مستقبلك وهقعدك جنبي على دكه البدلاء، يا اما تجدد لنادي الزمالك يا اما هقعدك جنبي وتجيب لي عرض قوي، ولو عاوز تمشي مع الف سلامه. هو ده اللي انا اعرفه اللي يحصل في تيم نادي الزمالك، انما ما تقعدش تجري وراه ومستني وهتجدد ومش هتجدد. هي كلمه ورد غطاء، هي قاعده قعدتين بالكتير. واقفل الموضوع على كده، اشرف بن شرقي يقعد احتياطي معاك، وهو لما يلاقي نفسه قاعد احتياطي وما بيلعبش هيزهق وهيمل وهيفكر هو ووكيله، هيقول له انا مستوايا بينزل. هو ده اللي انا اعرفه، هو ده اللي انا اعرفه. يا اما تجيب لي عرض وتمشي ومع الف سلامه. يا جماعه ده نادي الزمالك، نادي الزمالك ده اللي عمل فرجاني ساسي، نادي الزمالك ده اللي عمل فرجاني ساسي اللي كان جاي من النصر السعودي قاعد دكه وما بيلعبش وبينزل اخر 5 دقائق عشان يضيعوا بيه وقت. هو ده نادي الزمالك اللي كان اشرف بن شرقي بعد ما كان متالق في المغرب وكان متالق في الوداد مع محمد اوناجم راح الهلال السعودي برده كان دكه وجاي للزمالك بحوالي 400,000 دولار وبرضه كان دكة، ولما جه لعب الزمالك نجمه واخد بطولات وبدأ اسم اشرف بن شرقي يلمع تاني من جديد. مع احترامي لنجومية ساسي ومع احترامي لنجومية اشرف بن شرقي، بس حضرتك النجومية دي
ما تنكرش ان انت اخدت اكتر من 95% من النجوميه دي من تيم نادي الزمالك. فاتمنى اداره نادي الزمالك اتمنى تبص في موضوع الصفقات ده، اتمنى تحل مشكله رزاق سيسي اللي هو بالمناسبه عاوز وشرط على الزمالك، وده انفراد لحضراتكم للناس اللي مكمله الفيديو ده معايا للنهايه. رزاق سيسي شارط على نادي الزمالك شرطين، يا اما يجي يتقيد في القايمه ويكون موجود في القايمه بتاعت نادي الزمالك للموسم الجديد، يا اما يتسفري لانه هو مش هيتعار تاني، مش هيتم اعارته تاني. فنادي الزمالك قدام ازمه، لعيب يحجز له مكان واللعيب ده مصاب ويحجز له مكان من الخمسه الموجودين، يا اما يرحل مجانا، ودي مشكله كبيره وازمه كبيره وقع فيها فريق نادي الزمالك بسبب الابقاء على محمد ونجم زي ما انا قلت لحضرتك. فازمه كبيره نادي الزمالك عنده، ازمه رزاق سيسي وعبد الرؤوف بن غيث اللي انا اتمنى اللي هو يجي نادي الزمالك، ولكن مفيش اماكن فاضيه في القايمه بتاعت نادي الزمالك. والتجديد كمان بتاع حمدي النجاز ده اتمنى انه يطلع عاره ويبقى موجود عادي في يعني مع نادي الزمالك ويجدد عقده مع نادي الزمالك، انما يطلع اعاره على احد الانديه عشان يفضي لك مكان في الزحمه اللي موجوده في قائمه نادي الزمالك. اتمنى من اداره نادي الزمالك يا جماعه في ثلاث مراكز قلب الملعب، هقولها تاني، رقم 6 اللي هو طارق حامد، ورقم 8 اللعيب اللي جنبه، ما عندناش بديل لطارق وما عندناش حد يعني يقوم بالدور افضل من امام عاشور اللي هو مش كل الماتشات مستواه عالي وده اصلا مش مكانه. فده قلب الملعب. عندك قدام برضو في الحته بتاعت قلب الملعب دي لعيب البلاي ميكر اللي هو بيبص وبيحرك الفرقه وبيوزع لعب هنا وهنا اللي هو دور البلاي ميكر، برضو انت مش موجود، وكنت ممكن تجيب وليد الكارتي مقابل محمد ونجم اللي انت عندك اكتر من لعيب في مكانه. راس الحرب حضرتك ما جبتليش حد، وما تقنعنيش ان انت هتاخد لي دوري ابطال افريقيا وهتاخد لي الدوري ان شاء الله الموسم الجاي كمان بسيف الجزيري ومروان حمدي وعمر السعيد اذا ظل متواجدا في فريق نادي الزمالك. فانت السنه دي عملت موسم انتقالات كارثي، انت اصلا ما عملتش موسم انتقالات لان عمر كمال عبد الواحد لعيب فري، مع احترامي لعمر صفقه ممتازه ولكن بيلعب في مكانه اكتر من لعيب بالمكان بتاع الاطراف، بيلعب فيه لعيبه كتير قوي عندنا. جبت لي محمود شبانه لعيب مهم جدا، ولكن انت كان عندك ثلاث لعيبه اصلا بيتخانقوا ان اثنين يلعبوا منهم علاء والونش وعبد الغني، فانت رحت جبت رابع. انت يعني ايه، انت بتقوي وبتدعم دكه البدلاء، انما انا عاوز تقوي وتدعم الفريق الاساسي والسكواد الاساسي بتاعك دوري ابطال افريقيا جمهور نادي الزمالك، وانا واحد منهم مش هنتنازل عنه الموسم القادم. وصلنا للنهايه، ولا عمر اتفرج علينا فاكيد هيساعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، واكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.